بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على ملاذ الورى في الموقف العظيم سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف اليوم دروسنا في السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيد العرب والعجم، ومن جعله الله تعالى هداية للناس ورحمة لهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلها صلاة عليه في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ وفي كل مكان وفي كل مقام يا رب العالمين. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم وصل علينا به برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني الكرام، نستأنف هذه المجالس في هذه الأيام المباركات، أيام ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله، سائلين الله تعالى أن تعمنا نفحات هذه الأيام. وأنا أنصح الإخوة بارك الله فيهم، سواء من يقول بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو من لا يقول بذلك، ولكن مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ولد في هذا الشهر الفضيل، فعلى الإنسان أن يكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وسيرته في هذه الأيام المباركات، لأن المناسبة شرط كما يقال. فيجب أن نذكره صلى الله عليه وسلم طول العام وطول حياتنا وفي جلوسنا وفي قيامنا، ولكن يتحتم ذلك في المناسبات الكريمة. وعلى الإنسان أن يجمع أبناءه وأهله حتى يسمعوا سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده علم أن يعقد مجالس لقراءة كتب السنة النبوية، خاصة كتب السيرة التي كتبها العلماء والربانيون، حتى يكون في ذلك تجديد العهد بتلك الكتب وممارسة للعلم الصحيح السالم الذي تلقته الأمة بالقبول، وكذلك تبرك بهدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى لا تبقى كتبهم شاغرة وعلومهم فارغة لا يعنى الإنسان بها. نستأنف بإذنه تعالى بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي سعد النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وقد كنا ذكرنا فضائل، مررنا على فضائل العرب وفضائل قريش وفضائل آل البيت، ثم فضائل أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والآن اليوم نتحدث إن شاء الله ابتداء من فصل في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: فصل في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو عمر بن الخطاب بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عديا جد عمر ومرة جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة وعدي أخوان، لأن عليا جد عمر ومرة جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة وعلي الأخوان ابن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، وهو قريش. كنيته رضي الله عنه، هذا تصحيف كتبه صلى الله عليه وسلم، والصواب رضي الله عنه، أبو حفص ولقبه الفاروق. أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد المهرجاني رحمه الله تعالى، أخبرنا عبد الله بن محمد بن ناجية، حدثنا إبراهيم بن موسى المؤدب، حدثنا محمد بن حمزة الرقي
أو الرقي عن حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحق على لسان عمر وقلبه، ورضيت لأمي ما رضي لها عمر. الله أكبر. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أبغض عمر فقد أبغضني، ومن أحب عمر فقد أحبني. وإن الله تبارك وتعالى باهى ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة عامة، وإنه باهى ملائكته بعمر بن الخطاب خاصة، وإنه لم يبعث نبي قط إلا كان في أمته من يحدث، وإن يكن في أمتي فعمر. قيل: يا رسول الله كيف يحدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. قلت: وذلك هو التحديث، ويسمى بالإلهام، وفيه أنواع عديدة، أعلاها الوحي، والوحي لا يكون إلا لنبي، وسيدنا عمر لم يكن نبيا، فيكون التحديث إما بالمنام، وإما بسماع، وإما بإلقاء في الروع، وإما بميل نفسي إلى أمر ما، وكل ذلك يدخل في إطار الإلهام أو التحديث. وروي أنه خرجت نار زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وراء خيبر تأكل كل شيء مرت عليه، فأراد أن يبعث إليها نفرا يقاتلونها، ثم عرف أنها من قبل الله تعالى، فقال: اطفئوها بالصدقة. فجاء عبد الرحمن بن عوف ب4000، فقال عمر: يا عبد الرحمن، أتعبت من بعدك؟ فتصدق الناس فطفئت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قلت: وفي هذه فائدة، عندما تكون الغابات مشتعلة والنار مهولة، فليكثر الناس من الصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وكذلك فائدة أخرى، وهي الإكثار من التكبير عند وجود النار، فإن التكبير يطفئ النار، طبعا مع أخذ الأسباب الدنيوية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبنين فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت في النوم أني أعطيت عسا مملوءا لبنا، أو عسا مبنوءا لبنا، فشربت منه حتى تملأت، ففضلت فضلة، فأعطيتها عمر بن الخطاب، فأولوها. فقالوا: يا نبي الله، هذا علم أعطاكه الله فملأك ففضلت فأعطيتها عمر بن الخطاب. فقال: أصبتم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم خمس، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي رواية عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم خمس، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ فوق ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، فقالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وعن أبي بكر وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر أول من يصافحه الحق بعدي، ويسلم عليه ويأخذ بيده حتى يدخله الجنة. الله أكبر. وعن عمر بن الخطاب قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من المقام قبلة، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية. وقلت: إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، فنزلت الآية. قال أبو سعد رحمه الله: فلو لم يكن لابن الخطاب فضيلة غيرهن لكان كافيا، رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي الخليل قال: لما نزلت هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، وعنده عمر، فقال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها ختمت بما تكلمت. الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه. ولقي يهودي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: إن جبريل عليه السلام الذي يذكره صاحبك هو عدو لنا. فقال له عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا نرى أن السكينة تنزل على لسان عمر، ونرى أن الشيطان يخافه أن يجره إلى معصية الله. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لفتى من قريش، فظننت أني أنا هو، فقيل لي: هو لعمر بن الخطاب، فسمعت فيه الأصوات، فذهبت لأدخله، فذكرت غيرتك فرجعت. فقال عمر: أو عليك أغار يا رسول الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا أردتم أن تحسن مجالسكم فعليكم بذكر عمر رضي الله عنه، وإن لذكره هشاشة في القلب، رضي الله عنه وأرضاه. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى ساريا، فبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة جعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل الجبل. قال: فقدم جيش سالما غانما، فسألهم فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا العدو يوم الجمعة وقت الزوال فقاتلناهم فهزمونا، فسمعنا صياح صائح يقول: يا سارية الجبل الجبل، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر رضي الله عنه: إنك كنت تصيح بذلك. وروي أن عمر لما وضع على سريره وسجي عليه الثوب، أقبل علي بن أبي طالب ومعه الحسن والحسين حتى قام عند سريره وقال: رحمك الله وجزاك عن الإسلام وأهله خيرا، ما من الناس أحد أحب إلي أن ألقى الله بكتابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه الماضي من هذا المسجى. ورؤي على علي رضي الله عنه برد، وكان يكثر لبسه، فقيل: إنك تكثر لبس هذا البرد. فقال: كساني خليلي وصفي وصديقي وصاحبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن عمر ناصح الله فنصحه ثم بكى. وقالت أم أيمن: لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليوم وهى الإسلام. نعم. وقالت أم أيمن: لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليوم وهى الإسلام. وروي أن رسول الروم جاء إليه فقال: أين ملك العرب؟ قالوا: هو نائم في المسجد. فرآه نائما ودرته تحت رأسه، فقال: عدلت فأمنت فنمت، رضي الله عنه وأرضاه. وروي أن بعض الصحابة قال لعبد الله بن عمر: إني رأيت عجبا، رأيت أمير المؤمنين في الحمام وعلى ظهره أثر الصوت. فقال: سبحان الله، ومن يضرب أمير المؤمنين؟ قال: إنه لا ينام كل ليلة حتى يحاسب نفسه، ثم إن له ليلة في كل أسبوع يخلو فيها بنفسه، فإن كان فضل على نفسه شيء ضربها، فذلك الأثر من ذلك، رضي الله عنه. الله سبحانه وتعالى أقسم بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم نفسها، رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي أعز الله تعالى به الدين. ورؤي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وعلى ظهره قربة ماء، فقيل له: نحن نكفيكها يا أمير المؤمنين. فقال: إنه قد أتاني وفود العرب، وإن نفسي خرجت علي، فأحببت أن أكسرها بهذا. انظروا كيف كانت رياضة النفوس، كيف يروض الصحابة أنفسهم، وكيف يروضون تلامذتهم. ومن هذه التربية أخذ شيوخ التربية رضي الله عنهم طريقة ترويض المريدين وكسر نفوسهم حتى لا تتكبر ولا تعجب بنفسها. وعن زيد بن وهب قال: كنا في حلقة من حلق المسجد، فاختلف رجلان في حرف من القرآن، فدخل عبد الله بن مسعود المسجد وقد جاء من جبانة بني فزارة، جبانة يعني المقبرة، فقام إليه الرجلان فقرأ عليه أحدهما، فقال: من أقرأك؟ قال: معقل بن مقر أبو عمرة. وقرأ عليه الآخر فقال: من أقرأك؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فرأيته بكى لما ذكر الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم مسح عينيه بيده ثم نفضها، فرأيت لدموعه أثرا في الحصى، ثم قال:
إن أهل بيت لم يدخل عليهم حزن من قبل عمر لأهل بيت سوء، ولو علمت أن كلبا كان يحب عمر لكان من أحب الكلاب إلي. وقال: كان عمر بن الخطاب حصنا حصينا يلجأ إليه أهل الإسلام، فلما ذهب عمر انثلم ذلك الحصن ثلمة لا يسدها أحد بعده، رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله عنه أقرأنا لكتاب الله وأعلمنا بالله وأفقهنا في دين الله. اقرأ كما أقرأك عمر، فوالله لهي أبين من طريق السيلحين. وكان رضي الله عنه إذا سلك طريقا اتبعناه فيه رحبا وسهلا، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر رضي الله عنه. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستحمله، فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناقتي دبرة نقبة. فقال له عمر: ليست كذلك. فذهب الرجل قال: فسمع عمر رضي الله عنه وهو يحدو من الليل ويقول: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسه من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. فقال له عمر: يا فلان، هل علمت أني معكم؟ قال: لا. فحمله ثم قال: اللهم اغفر لي. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر. وفي رواية: اللهم أيد الإسلام بعمر. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر. قلت: لو هذا من أعظم الفضائل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. وعن ابن مسعود قال: قلت، ويقول علماء الفقه رضي الله عنه، بأن الذي أسس الحضارة والتمدن الإسلامي طبعا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن أراد البحث في سياسة الدنيا وأنظمة الحكم وغير ذلك مما يتعلق بالدبلوماسية الإسلامية وبأحكام الراعي والرعية وغير ذلك، فإنهم يعودون إلى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى هديه رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان ابن مسعود قال: والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر. وعنه رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. وعن حذيفة قال: كان الإسلام في زمان عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما قتل عمر صار كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. وكان عند عمر رجل يريد أن يستعمل، فجاء ولد لعمر رضي الله عنه فقبله عمر، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن لي منهم 4 أو 5، ما قبلت صبيا منهم قط. فقال عمر: أنت بالمسلمين أقل رحمة، لا تلي لي عملا أبدا. الله أكبر. وعن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: إني لأحسب لو وضع علم عمر في كفة ميزان ووضع علم الناس في الكفة الأخرى لرجح علم عمر. وقال: إني لأظن أن عمر رضي الله عنه قد ذهب ب9 أعشار العلم. نعم، عبد الله هنا الظاهر أنه عبد الله بن مسعود. نعم. وجاء ذمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: السلام عليك يا ملك العرب. فقال له عمر: أكذاك تجدوني في كتابكم؟ أليس تجدون النبي ثم الخليفة ثم أمير المؤمنين ثم الملوك بعد؟ قال: بلى. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت على عمر رضي الله عنه حين أصيب فقلت: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل بك وفعل. فقال: وردت أني أنجو منها لا أجر ولا وزر، رضي الله عنه وأرضاه. وحكي أنه رضي الله عنه مر بسوق الطعام فرأى رجلا يعرف بحاطب يبيع الزبيب، وكان السعر غاليا. فقال له: يا حاطب، إما أن تدخل زبيبك البيت، وإما أن ترخص في السعر، فإني سمعت بعير مقبلة، فإذا سمعوا سعرك سعروا بمثله. فلما رجع إلى بيته وحاسب نفسه قال: لما فعلت ذلك وهو ماله لا مالك. فرجع إليه وقال: إنما أردت به الخير للمسلمين، فكيف شئت فبيع وأين شئت فبيع. وروي أنه رضي الله عنه كان يخطب يوما للاستسقاء فسمع صوتا: أبا حفص، أتاك الغيث وأمطر مطرا مباركا. وعن أبي كعب رضي وعن أبي وعن أبي كعب الظاهر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
جاءني جبريل فذكرني أمر عمر بن الخطاب، فقلت يا جبريل أخبرني عن فضائل عمر بن الخطاب وما له عند الله. قال لي يا محمد لو جلست معكم قدر ما لبث نوح في قومه لن أستطيع أن أخبرك عن فضائل عمر وما له عند الله. ثم قال يا محمد ليبكي الإسلام بعد موتك على موت عمر. الله أكبر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت عمر رضي الله عنه إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده. الله أكبر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان قبل إسلام عمر 39 ما بين رجل وامرأة، فأسلم عمر فتموا 40، فأنزل الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقني الله من نوره، وخلق أبا بكر من نوري، وخلق عمر من نور أبي بكر، وخلق أمتي من نور عمر، فعمر سراج أهل الجنة. وقالت عائشة رضي الله عنها لما طعن عمر رضي الله عنه سمعوا عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي. وقال عمر رضي الله عنه لعائشة أتأذنين أن أقبر في حجرتك هذه وأعوضك؟ ثم قال إذا مت فاغسلوني وكفنوني واستأذنوا لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن فادفنوني معه. ففعلوا، ثم أتوا باب الحجرة واستأذنوا، فسمعوا صوتا أن أدخلوا الحبيب على الحبيب، فإن الحبيب إلى الحبيب مشتاق. فقبر ثم، وانتقلت عائشة رضي الله عنها إلى دار في وجه القبلة، فقيل لها لمن انتقلت يا أم المؤمنين؟ قالت إن رسول الله روحي، وإن أبا بكر رضي الله عنه كان أبي، وإني ربما أكشف عن رأسي، وعمر رضي الله عنه من الأجانب لا أحب أن يراني، رضي الله عنهم وأرضاهم. قلت وهذا هو ثالث الأقمار التي رأت رضي الله عنها وأرضاها، أنه وقع في حجرها أو في حجرتها، وقد مضى الحديث بذلك. فصل في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد شمس جد عثمان، وهاشما جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهاشم وعبد شمس أخوان ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضري، وهو قريش. كنيته رضي الله عنه أبو عمر وأبو عبد الله، ولقبه ذو النورين. أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز الخلالي الجرجاني التاجر رحمه الله. أخبرنا أحمد بن محمد الجرجاني الملحمي. حدثنا أبو مروان العثماني بمكة قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيقا، ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان. الله أكبر. وعن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال إني لتحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فحض على جيش العسرة فلم يجبه أحد، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله 100 بعير بأحلاسها وأقسامها عون في هذا الجيش، ثم حضض فلم يجبه أحد، فقام عثمان فقال يا رسول الله 200 بعير بأحلاسها وأقسامها عون في هذا الجيش، ثم حضض فلم يجبه أحد، فقام عثمان فقال يا رسول الله 300 بعير بأحلاسها وأقتابها عون في هذا الجيش، رضي الله عنه أرضاه. مجهز جيش العسرة. نعم، جيش العسرة هو الجيش الذي ذهب إلى فتح تبوك. نعم. قال عبد الرحمن بن خباب فكأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب بها ويجيء وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. وعن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال قحط الناس على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا له قد قحط الزمان والسماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة، فقال انصرفوا فإنكم لن تمسوا حتى يفرج الله عن لم تمسوا حتى يفرج الله عنكم. قال فما لبثنا إلا قليلا أن جاء أجراء عثمان بن عفان رضي الله عنه من الشام، وجاءته 100 راحلة برا أو قال طعاما، فجاء التجار إلى باب عثمان فقرعوا عليه الباب، فخرج عثمان رضي الله عنه في ملأ من الناس فقال ما شأنكم؟ قالوا قد قحط الزمان والناس في شدة، وقد بلغنا أن عندك طعاما فبعناه حتى نوسع للمسلمين. فقال عثمان رضي الله عنه حبا وكرامة
ادخلوا واشتروا. فدخل التجار وإذا الطعام موضوع في الدار، فقال: معاشر التجار، كم تربحون على شرائي من الشام؟ قالوا: للعشرة 2. قال: قد زادوني. قالوا: للعشرة 4. قال: قد زادوني. قالوا: للعشرة 5. قال: قد زادوني. قال التجار: يا أبا عمرو، ما بقي في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي زادك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: زادني الله عز وجل بكل درهم 10. أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد الله عز وجل أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين، رضي الله عن سيدنا عثمان وأرضاه. قال ابن عباس: فرأيت في ليلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو على برذول أبلق، عليه حلة من نور، وفي رجليه نعلان من نور، وبيده قضيب من نور، وهو مستعجل. فقلت: يا رسول الله، قد اشتد شوقي إليك، فأين تبادر؟ فقال: يا ابن عباس، إن عثمان بن عفان تصدق بصدقة، وإن الله تعالى قد قبلها منه فزوجه بها عروسا في الجنة، وإنا قد دعينا إلى عرسه. وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيت عائشة رضي الله عنها على الفراش، لابسا مرطى عائشة، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو كذلك، فتحدث ساعة، ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث ساعة، ثم انصرف، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوى ثيابه، ثم أذن له. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، لم أرك عرفت لأبي بكر وعمر مثل ما عرفت لعثمان. قال: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ في حاجته. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وجاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال: أشهد عثمان بيعة الرضوان؟ قال: لا. قال: فشهد بدرا؟ قال: لا. قال: فكان الرجل ممن استزله الشيطان؟ قال: نعم. فقام الرجل فقال له بعض القوم: إن هذا يزعم أنك وقعت في عثمان. فقال: ردوا علي الرجل. فقال: عقلت ما عقلت ما قلت لك؟ قال: نعم. سألتك: هل شهد عثمان بيعة الرضوان؟ قلت: لا. وسألتك: هل شهد بدرا؟ قلت: لا. وسألتك: هل كان ممن استزله الشيطان؟ فقلت: نعم. يعني يقصد في أحد. قال: أما بيعة الرضوان فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، وإني أبايع له. فضرب إحدى يديه على الأخرى صلى الله عليه وسلم. وأما يوم بدر فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له بسهم ولم يضرب لأحد غاب عنها غيره. وأما قلت لأن سيدنا عثمان في معركة بدر كانت زوجته مريضة، سيدتنا أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم على آله، فجلس لتطبيبها. وأما قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأبى يصلي عليها، فقالوا: يا رسول الله، ما رأيناك تركت الصلاة على أحد إلا على هذا. قال: إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله، أعوذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فطلع عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال عثمان رضي الله عنه في بعض حديثه: ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ذات يوم تهجمون على رجل من أهل الجنة معتجر ببرده. قال: فهجمنا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو معتجر ببرد يبايع الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان: إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعثني بالحق نبيا، ما من نبي أوحى الله إليه من ولد آدم أمره أن يزوج ابنتيه رجلا واحدا إلا أنا، أمرني الله فزوجت ابنتي عثمان وما زوجته فزوجت ابنتي عثمان وما زوجته إلا بوحي من السماء. فكان عثمان إذا لقيه ابن عمر سلم عليه وقال له: يا ذا النورين.
وروي أنه لما ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتم عثمان رضي الله عنه غما شديدا، فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيحة ثالثة على عثمان رضي الله عنه، يعني بعد 3 أيام من وفاة سيدتنا رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فرد ردا ضعيفا فقال: ما يحزنك؟ إنما هي امرأة من النساء، والنساء كثير، هلما أزوجك حفصة؟ فلم يجب إليه عثمان رضي الله عنه شيئا. فانطلق عمر رضي الله عنه من وجهه ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ختن هو خير لك من عثمان؟ وأدل عثمان على صهر وأدل عثمان على صهر هو خير له منك، زوجني ابنتك حفصة وقد زوجته ابنتي أم كلثوم. الله أكبر. وعن عبد الله بن ظالم قال: جاء رجل إلى سعيد بن زيد فقال: إني أبغض عثمان بغضا ما أبغضت شيئا قط. فقال: بئس ما فعلت، أبغضت رجلا من أهل الجنة. وروت نائلة بنت القرافصة قالت: أغفى عثمان رضي الله عنه إغفاءة ثم استيقظ وهو يقول: لا يقتلنني القوم. قالت: قلت: كلا، هم رعيتك استعتبوك. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: تفطر عندنا الليلة، رضي الله عنه وأرضاه. ويروى عن حفصة وعائشة أنهما كانتا جالستين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن معي بعض أصحابي يتحدث. فقالت عائشة: أرسل إلى أبي بكر يتحدث معك. قال: لا. قالت حفصة: أرسل إلى عمر يتحدث معك. قال: لا، ولكن أرسلي إلى عثمان. قال: فجاء عثمان ودخل، فقمنا فأرخينا الستر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك مقتول مستشهد، فاصبر، صبرك الله، ولا تخلع عنا قميصا قمصك الله 12 سنة و6 أشهر حتى تلقى الله وهو عنك راض. قال عثمان: أستعين بالله وأسأله الصبر، أدعو لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صبره وأجبه. قال: فخرج عثمان رضي الله عنه، فلما أدبر صرخ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اصبر، صبرك الله، فإنك سوف تستشهد وأنت صائم فتفطر معي. الله أكبر. سوف تستشهد وأنت صائم فتفطر معي، رضي الله عن سيدنا عثمان بن عفان. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ الآية. قال: الذي يأمر بالعدل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال بعضهم: شهدت أبا هريرة وعثمان رضي الله عنه شهدت أبا هريرة وعثمان رضي الله عنه محصور في الدار، فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة واختلاف أو اختلاف وفتنة. قال: قلنا يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وأشار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن في بيت ابن حشفة في نفر من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، الله الله، هنيئا لهم بهذه المجالس العظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينهض كل رجل منكم إلى كفئه. ونهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فاعتنقه وقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي من سماء إلى سماء فصرت إلى السماء السابعة سقطت في حجري تفاحة فأخذتها بيدي فانفلقت فخرجت منها حوراء تقهقه، فقلت لها: تكلمي، لمن أنت؟ فقالت: أنا للمقتول الشهيد عثمان. ولما جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت وما هو كائن إلى يوم القيامة. وروي أن فيه صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. عجيب أن جيش العسرة كان حدثت غزات للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، غزوة تبوك نعم، بعد غزوة مؤتة، فقد قتل 3 من كبار الصحابة في غزوة مؤتة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لقتال الروم، فاجتمع آلاف من المسلمين، أظن نحو 3000 مسلم من الصحابة رضي الله عنهم فيهم المهاجرون والأنصار وغيرهم، وكان الناس في حاجة إلى المال حتى يجهزوا الجيش، فقام بتجهيز الجيش سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم على آله بالجنة.
وقد تخلف البعض عن تلك الغزوة فنزل فيهم قرآن، وحدثت قصص ووقائع كثيرة في هذه الغزوة. والعجيب في هذه القصة أن لما النبي صلى الله عليه وسلم لآله بلغ تبوك فر الروم منه ولم يقاتلوه صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم دون قتال. وهذه يعني من أعجب غزاوى النبي صلى الله عليه وسلم ومن آخرها. قال: وروي أن فيه رضي الله عنه نزل قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من عثمان وعثمان مني. ودخل صلى الله عليه وسلم على رقية فقال لها: كيف تجدين بعلك أبا عمرو؟ قالت: خير بعل يا رسول الله. قال: أكرميه فإنه أشبه صحابي بي خلقا. وروي أنه كان صلى الله عليه وسلم وروي أنه كان رضي الله عنه يختم القرآن في ليلة واحدة. ويروى أنه كان رضي الله عنه يقرأ بالسبع الطوال في ركعة واحدة خلف المقام وهو مقنع رأسه بالليل رضي الله عنه وأرضاه. هذه أنه كان يختم القرآن في ليلة. ذكر المحقق أنه روي عن أنس بن مالك، أخرجه أبو نعيم في الحلية ومن طريقه ابن عساكر. نعم. وروي من طريق ابن سيرين، أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم وابن عساكر في تاريخه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أخرجه أبو نعيم في المعرفة، وأيوب السختياني أخرجه ابن عساكر في تاريخه. وروي عن ابن سيرين قوله: أخرجه ابن سعد وابن عساكر إلى آخره. قلت: إن صحت هذه فتكون حجة لمن أجاز ختم القرآن في ليلة. ونحن نعلم أن يوجد حديث بأن لا يقرأ الإنسان، أن لا يختم القرآن في أقل من 3 ليال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فسنة الخلفاء الراشدين كذلك أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك النهي ليس نهيا للتحريم، إنما من باب خلاف الأولى لمن لا يستطيع. أما لمن له قدرة من فهم وإدراك وولاية وصلاح، طبعا كقدرة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن له هذه القدرة، فإنه يجوز له، فيكون النهي ليس نهيا للتحريم، إنما هو نهي للتنزيه، والله أعلم. ويروى أنه كان صلى الله عليه ويروى أنه كان رضي الله عنه يقرأ بالسبع الطوال في ركعة واحدة خلف المقام وهو مقنع رأسه بالليل أو مقنع رأسه بالليل. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: لولا أني أخاف أن يكون في الإسلام ثمة أسدها بهذا المال ما جمعته. وكان رضي الله عنه لا يزال يقول: اللهم أحيني سعيدا وأمتني شهيدا. ومن هنا كذلك يقول: سئل الإمام أحمد رضي الله عنه: أيكون الرجل زاهدا وعنده 1000 دينار؟ فقال: إذا كانت في يده ولم تكن في قلبه. وكذلك قد يكون الرجل ليس معه إلا درهم واحد ولكنه ليس زاهدا، لأن المال في قلبه وهو يتعطش له ولكن لم يرزقه. فالعبرة أن بنفقة المال، فليس من العيب أن يكون الإنسان غنيا أو قد رزقه الله سبحانه وتعالى، ولكن العيب أن يكون قد رزقه ولا ينفقه في مرضات الله سبحانه وتعالى وفي خدمة الإسلام. قال: وكان عثمان رضي الله عنه يقول: لولا أني أخاف أن يكون في الإسلام ثلمة أسدها بهذا المال ما جمعته. وكان رضي الله عنه لا يزال يقول: اللهم أحيني سعيدا وأمتني شهيدا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: اشترى عثمان رضي الله عنه الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم 2 مرات، حين حفر للنبي صلى الله عليه وسلم بئر روما، وحيث جهز جيش العسرة. للأسف بئر روما هذا في المدينة المنورة، وقد ذهبنا لزيارته فوجدناهم حاصروا هذا البئر ولا يسمحون للناس بزيارته، وهذا من المنكر الكبير، لأن المسلمين منذ كانوا وهم يزورون هذا البئر، وكان حول البئر بستان فيه نحو 20,000 شجرة، الآن لم يبقى حوله إلا نحو 2,000 شجرة. وللأسف هناك أناس يتتبعون آثار النبوة في المدينة المنورة ومكة فيطمسونها باسم الدين، وهذا من أكبر البدع والمنكرات. قال: وكان عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة من صلب ماله وألقى عليها الدلو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة، واشترى البقعة التي زاد في المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة لأجلها، لأن المسجد كان قد ضاق بأهله.
وروي أن عثمان رضي الله عنه أشرف عليه ما هو محصور فقال أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه فيها مع المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسداب هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من صلب مالي قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا على سبير مكة وأنا معهم فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض فركضه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أسكن فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قال اللهم نعم قالوا اللهم نعم قال فسمعته يقول الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثا قال ثم دخلوا عليه فقتلوه رضوان الله عليه قال أبو سعد رحمه الله قال بعض العارفين خص الله سبحانه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالتمكين قلت وهنا ينقل عن بعض العارفين وهذا دليل أن في القرن الثالث والرابع كانوا ينقلون عن الصالحين والعارفين بالله ما يفتح الله تعالى عليهم من الحكم ومن الفتوحات ومن العلوم الوهبية واللدنية نعم قال بعض العارفين خص الله سبحانه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالتمكين وهو من أعلى مراتب المحققين فإنه يوم قتل لم يبرح من موضعه ولم يأذن لأحد بالقتال ولا وضع المصحف من حجره إلى أن قتل وسال الدم على المصحف ووقع على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم روى الزهري عن أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال يا رسول الله من هذا الذي خرج من عندك آلفا فقال عثمان بن عفان قال أوتعرفونه في السماء يا جبريل قال والذي بعثك بالحق إن نور عثمان لا يضيء لأهل السماء كما تضيء الشمس لأهل الأرض الله أكبر رضي الله عنه وأرضاه فصل في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر واسم أبي طالب عبد مناف واسم عبد المطلب شيبة واسم قصي زيد حدثنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن الفقيه الزولقاني المصري بحرم الله قال حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن القاسم بن محمد حدثنا أبو شعيب محمد بن يزيد عن علي بن المديني عن إبراهيم النخعي عن مصعب بن سليم المولى بني زهرة وحرملة بن قيس قال حدثنا رياح بن الحارث النخعي قال سمعت أبا أيوب وخباب بن الأرت يقولان أبو أيوب هنا يعني الأنصاري وخباب بن الأرت يقولان سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلي ثلاثة أشياء لو كان لي واحدة منها لكان أحب إلي من حمر النعم أحدها إعطاؤه الراية إلى يوم خيبر وتزويج فاطمة إياه وسد الأبواب إلا باب علي وسأل الحجاج الحسن فقال ما تقول في علي قال ما أقول في علي إلا ما قال الله فيه قال وما قال الله فيه قال الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الآية قد سماه الله مؤمنا مهديا فما أقول فيه الله أكبر رضي الله عنه وأرضاه نعم إعطاء الراية معروف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم على آله قال للصحابة لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله وفي رواية ويحبانه قال فاشرأب الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والراوي سيدنا عمر بن الخطاب قال فكنت أرفع رأسي هكذا وهكذا ليراني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين عمر فقالوا له يا رسول الله إنه مريض إنه رمد فقال إيتوني أين علي ليس أين عمر فقال إيتوني به فأتوا نادوه من بيته وكان مريضا
فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على آله فتفل في عينيه فعادت أفضل مما كانت عليه ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله، فأعطاه الراية ففتح الله عليه. وتزويج فاطمة معروف، وسد الأبواب إلا باب علي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بأن تسد الخوخ وهي الأبواب الصغيرة المشرفة على المسجد، قال إلا خوخة علي أو خوخة علي، رأيت بعض العلماء ضبطها خوخة بفتح الخاء. قال: ويروى عن سفيان الثوري رحمه الله قال: كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كالجبل بين المسلمين والمشركين، اعز الله به المسلمين واذل به المشركين، ياتيه رزقه من المدينه في جراب مختوم. وعن البراء بن عازب قال: لما اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من حجه الوداع حتى اذا كنا بغدير خم نودي فينا الصلاه جامعه، وكسح النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي فقال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: أليس أزواجي أمهاتهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا المولى من أنا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال: فلقي عمر بعد ذلك فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وعن أبي البختوري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن لأقضي بينهم، فقلت: إنه لا علم لي بالقضاء. فضرب يده في صدري وقال: اللهم اهدي قلبه. قال: فما شككت في قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسي هذا. وعن أنس بن مالك قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي إليه طائر فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك. فجاء علي بن أبي طالب فاستأذن فأذن له فأكل معه الطير. قال أبو سعد رحمه الله: وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم عليه السلام حلما ورحمة ووقارا، وشبه عمر بنوح عليه السلام شدة وغيظا وصلابة، وشبه عثمان صلى الله عليه وسلم عثمان بموسى عليه السلام عفة وحياء، وشبه عليا بهارون عليه السلام فصاحة وبلاغة وبيانا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة، لأنه كان أخاه وخليفته. عن سعد بن أبي وقاص قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك خلف عليا بالمدينة، فقالوا: قد مله وكره صحبته. فتبع علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه في الطريق، فقال: يا رسول الله، خلفتني بالمدينة مع الذرار والنساء حتى قالوا قد مله وكره صحبته. فقال: يا علي، إنما خلفتك على أهلي، أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وروى زادان عن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يدعى يوم القيامة فيقام عن يمين العرش فيكسى ثم أدعى فأكسى ثم تدعى فتكسى؟ الله أكبر. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، معك يوم القيامة عصا من عصي الجنة تذود بها المنافقين عن حوضي. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا نصير مع علي رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يلبس ثياب الشتاء في الصيف وثياب الصيف في الشتاء، فقلت لأبي: لو سألته فسأله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد يوم خيبر، فقلت: يا رسول الله، إني أرمد. فتفل فيها وقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ. ومر ابن عباس رضي الله عنه بقوم من أهل الشام على ضفة زمزم بعدما كف بصره، فسمعهم ينالون من علي بن أبي طالب، وكان سعيد بن جبير معه يقوده، فقال: ردني إلى هؤلاء القوم. ففعل ذلك سعيد فوقف عليهم فقال: أيكم سب الله عز وجل؟ قالوا: سبحان الله، ما فينا أحد يسب الله عز وجل. قال: فأيكم ساب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما فينا أحد يسب محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فأيكم ساب عليا؟ قالوا: أما هذا فنعم. قال: فإني أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أكبه الله على منخريه في نار جهنم، والعياذ بالله تعالى. عن أرطأة بن حبيب عن عبيد بن ذكوان قال: حدثني أبو خالد الواسطي وهو آخذ بشعره قال: حدثني زيد بن علي وهو آخذ بشعره قال: حدثني علي بن الحسين وهو آخذ بشعره. هذا حديث مسلسل بالأخذ بالشعر.
للأسف لم نروه، لا أذكر أني رويت عن أحد مشايخي، ولكن هذا مسلسل ويوجد عند بعض الخاصة. قال حدثني علي بن الحسين وهو آخذ بشعره، قال حدثني الحسين بن علي وهو آخذ بشعره، قال حدثني علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بشعره، قال: من آذى شعرة منك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. عياذ بالله. وروى عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: طوبى لمن أحبك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب فيك. وفي رواية أخرى عن عمار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، إن الله تبارك وتعالى زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب لله منها، وهي زينة الأبرار، الزهد في الدنيا، فلا تنال منها شيئا، ولا تنال الدنيا منك شيئا، ووهب لك حب الفقراء، وجعلك ترضى بهم أتباعا، ويرضون بك إماما، فطوبى لمن أحبك وصدق فيك، فهم إخوانك في دارك ورفقاؤك في جنتك، وأما من أبغضك وكذب عليك أو وكذب عليك فحقيق على الله أن يوقفه يوم القيامة موقف الكذابين، والعياذ بالله تعالى. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أنت سيد في الدنيا والآخرة، من أحبك فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل. وقال علي بن أبي طالب: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، إنه ظاهر العهد إلي من النبي الأمي، إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو نثرت الدر على المنافق ما أحبك، ولو ضربت خيشوم المؤمن ما أبغضك. وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة، بمعنى أن حب سيدنا علي هو فرق بين المؤمن والمنافق، الذي يحب سيدنا علي بطبعه فهو مؤمن، والذي يبغضه بطبعه وإن تمثل أنه يحبه فهو منافق. والحمد لله، نحن عندما نسمع إلى فضائل سيدنا علي نزداد أنسا ونزداد سعادة، رضي الله عنه وأرضاه، وعن آله وعن أصحابه وعن من معه وعن من نصره، رضي الله عنه وأرضاه. وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ضربت لي قبة من ياقوتة حمراء على يمين العرش، وضربت لإبراهيم قبة من ياقوتة خضراء على يسار العرش، وضربت فيما بيننا لعلي بن أبي طالب قبة من لؤلؤة بيضاء، فما ظنكم بحبيب بين خليلين؟ وروى عمار بن ياسر وأبو أيوب قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق علي بن أبي طالب على المسلمين كحق الوالد على ولده. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله قال: أجيء يوم القيامة وأبو بكر عن يميني، وعمر عن شمالي، وعثمان من ورائي، وعلي من بين يدي، ومعه لواء الحمد، وعليه يومئذ شقتان، شقة من السندس، أو شقتان، شقة من السندس وشقة من الاستبرق. الشقة هنا ربما قطعة ثوب. فقام إليه أعرابي فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، وعلي يستطيع أن يحمل لواء الحمد؟ قال: كيف لا يستطيع حمله وقد أعطي خصالا، صبرا كصبري، وحسنا كحسن يوسف، وقوة كقوة جبريل عليه السلام، وإن لواء الحمد بيد علي بن أبي طالب، وإن جميع الخلائق يومئذ تحت لوائي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ولما قدم علي من خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك قولا، لا تمر بملأ إلا أخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك يستشفون بك، ولكن حسبك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فإنك تبرئ عني ذمتي وتقاتل على سنتي، وإنك في الآخرة معي، وإنك على الحوض خليفتي، وإنك أول من يكسى معي، وإنك أول من يدخل الجنة معي من أمتي، وإن محبيك على منابر من نور مبيضة وجوههم، أشفع لهم ويكونون غدا جيراني، وإن حربك حربي وسلمك سلمي، وإن سرك سري وعلانيتك علانيتي، وإنك امرؤ سريرة صدرك كسريرة صدري، وإن ولدك ولدي تنجز وعدي، وإن الحق معك وعلى لسانك وفي قلبك وبين عينيك،
وإن الإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، ليس أحد من الأمة يعدلك، وإنه لن يرد الحوض مبغض لك ولا يغيب عنه محب لك حتى ترد الحوض معي، رضي الله عنه أرضاه. سبحان الله. قال: فخر علي ساجدا، ثم قال: الحمد لله الذي أنعم علي بالإسلام وعلمني القرآن وحببني إلى خير البرية، خاتم النبيين وسيد المرسلين إحسانا منه وتفضلا، رضي الله عن سيدنا علي وأرضاه. وعن أبي ذر وسلمان قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي رضي الله عنه فقال: ألا إن هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظالمين. اليعسوب هو الأصل والروح. وعن أبي الحمراء قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علي بن أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى بن زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عليا لم يشرك بالله ساعة قط، ولم يشرب الخمر، ولم يعبد اللات والعزى قط، ولم ينكث قط. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت على باب الجنة مكتوبة: لا إله إلا الله، علي أخو رسول الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على آله أنه قال: النظر إلى المصحف بغير قراءة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى البحر عبادة، والنظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، رضي الله عنه وأرضاه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي، فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس هو بها. وقال علي بن أبي طالب: يهلك في رجلان، محب مطري ومبغض مفتري، يحمله بغضه أن يبهتني. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، ينتحلون شيعتنا وليسوا بشيعتنا، وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فإذا رأيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون، رضي الله تعالى عن سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عظام. إذا قرأت سيرة أحدهم قلت هو أفضل الناس، ثم إذا قرأت سيرة الآخر تقول: لا، بل هذا هو أفضل الناس، وهكذا. وكيف لا وهم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وبركته صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين أقامهم من نفسه عليه الصلاة والسلام، وحضنا على الاقتداء بهم وعلى اتباعهم، والذين عدلهم الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سنوات، وذكر من أخبارهم ومآثرهم سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم. فرضي الله تعالى عن سائر الصحابة الكرام، ونشهد الله تعالى على حبهم وعلى التعلق بهم جميعا، ونسأل الله تعالى الأدب معهم بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. وبهذا ننهي المجلد 5 من كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ونشرع في المجلد 6 والأخير. الله أكبر الله أكبر. أذان العشاء. نعم، نقرأ يعني باب التبرك شيئا من هذا الفصل حتى نختم بإذن الله تعالى. باب فضائل الأربعة وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفار رحمه الله قراءة عليه بشهور 56 و300، قال: أخبرنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي بحران، حدثنا محمد بن معمر، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن حميد ابن عبد أو ابن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعد في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. قال عبد العزيز: لا أدري بمن بدأ. صلى الله عليه وسلم: هنيئا لهم، هنيئا لهم.
وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية ابن عباس أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواكم في دين الله عمر وأشدكم حياء عثمان وأقضاكم علي بن أبي طالب ولكل نبي حواري وحوارية طلحة والزبير وحيثما دار سعد بن أبي وقاص دار الحق معه وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن وسعيد بن زيد من أحياء من أحباء الله في الأرض وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله وطلحة ممن قضى نحبه رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم اشهد علينا أننا نحبهم جميعا يا رب العالمين. وفي رواية وأبصركم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضكم زيد بن ثابت وأقرأكم أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته عائشة وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له من صديق. رحم الله عثمان تستحي منه الملائكة. رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسب قال في حائط فجاء حائط يعني مزرعة حديقة فجاء رجل فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن له وبشره بالجنة. قال فذهبت فإذا هو أبو بكر الصديق فقلت أدخل وأبشر بالجنة فما زال يحمد الله حتى جلس. ثم جاء آخر فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. قال فذهبت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت أدخل وأبشر بالجنة فما زال يحمد الله حتى جلس. ثم جاء آخر فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن له وبشره بالجنة بعد بلاء شديد. فانطلقت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلت أدخل وأبشر بالجنة على بلوى شديدة. فجعل يقول اللهم صبرا حتى جلس. وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه إذ قال عمر يا رسول الله أنبئنا عن أفضل أصحابك نتخذهم علما ويكون لنا مفزعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتخذهم علما يعني قدوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وزيري والقائم في أمتي من بعدي وعمر حبيبي وينطق على لساني وعلي أخي وصاحب لوائي وأنا من عثمان وعثمان مني. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسلي بي إلى السماء دخلت جنة عدن فإذا أنا بشجرة خضراء عليها أوراق حمر مكتوب على كل ورقة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى وجه الأخرى أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان الشهيد ذو النورين علي المرتضى. قلت وربما هذا أصل وضع هذه الأسماء المباركة في المساجد فكان الناس يعتنون إلى الآن يعتنون بوضع هذه الأسماء المباركة في المساجد. وعن بعضهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بما على العرش مكتوب. قلنا بلى يا رسول الله. قال على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان الشهيد علي الرضا. وروي أن أبو هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب المدينة وهو متكئ يمينه على أبي بكر وشماله على عمر وعثمان آخذ بطرف ثوبه وعلي من بين يديه فقال هكذا ندخل الجنة فمن فرق بيننا فعليه لعنة الله عز وجل. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى بكرا من أعرابي بدين إلى نظيرة فأدبر الأعرابي فلقيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال للأعرابي إن قبض الله رسوله فإلى من حقك. فرجع الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لي بحقي إن أتى عليك الموت. قال إلى أبي بكر الصديق فأدبر الأعرابي فلقيه علي أيضا فقال ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي فإن أبا بكر يموت. قال فرجع الأعرابي فقال يا رسول الله إن مات أبو بكر فمن لي بحقي. قال إلى عمر بن الخطاب فأدبر الأعرابي فلقيه الأخرى فقال علي فإن مات عمر فإلى من حقك. قال فرجع الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن مات عمر فإلى من حقي. قال حقك إلى عثمان. فأدبر الأعرابي حتى لقيه علي فقال له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إن مات عثمان فإلى من حقك. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن مات عثمان فإلى من حقي. قال إلى الذي أرسلك صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعد رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة
فقدر لأبي بكر 2 سنين ولعمر 10 سنين ولعثمان 12 سنة ولعلي 6 سنين رضي الله عنهم أجمعين. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال خطوة الصحيح أنها بقيت 6 أشهر أتمها الحسن بن علي رضي الله عنهما. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأصحابه تمنوا، فقال بعضهم أتمنى لو كانت هذه الديار مملوءة ذهبا أنفقها في سبيل الله، ثم قال تمنوا، فقال رجل أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقها في سبيل الله وأتصدق بها، ثم قال تمنوا، قالوا ما ندري يا أمير المؤمنين. قال عمر أنا أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربع إلا في قلب مؤمن، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، اللهم إننا نحبهم جميعا. وروى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضواء من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. ونتوقف هنا بإذنه تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا بمنه تعالى وكرمه، وأن يلطف بنا ويصلح أمورنا ظاهرها وباطنها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأجيزكم بسائر ما قرأناه إلى الآن، سائلنا الله تعالى أن يجعلنا ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه بمنك تعاليت وكرمك يا ربنا ويا إلهنا ويا إله كل شيء. أجيزكم بسائر ما قرأناه إلى الآن، وإن شاء الله تعالى يكون المجلس القادم في يوم الاثنين، وهناك إن شاء الله لما ننتهي من هذا الكتاب المبارك، وقد يكون الانتهاء في يوم الثلاثاء بإذنه تعالى، فإن كان الثلاثاء أو الأربعاء فإن شاء الله تعالى سوف نقرأ بحسب المناسبة بعض الموالد، وسوف أنزل لكم عناوين الموالد الكتانية التي سنقرأها إن شاء الله تعالى حتى يقتنيها من يستطيع أو من يجدها ولتروها بالسماع. وهي مولدان للإمام محمد بن جعفر الكتاني رضي الله عنه، ومولدان للإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه وأرضاه، وأرضاهم جميعا بمنه تعالى وكرمه. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. العفو سادتي، وسنزيد كذلك مولد الإمام محمد الباقر الكتاني رضي الله عنه روضات الجنات، لأنه أفضل الموالد والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.